ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الأعزاء. أستاذ عبد القادر، أبدأ معكم من الخبر العاجل الذي يظهر الآن على الشاشة نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال إن الهجوم على السفارة الأمريكية هو محاولة لصرف الانتباه عن القمع المرتكب ضد المتظاهرين من قبل وكلاء إيران. كيف يقرأ هذا التصريح وهذا الموقف الأمريكي عقب استهداف السفارة الأمريكية أمس؟ من المؤكد تماما أن إيران تحاول حقيقة إرباك الوضع العراقي بعدة ملفات، منها ملفات دولية ومنها ملفات محلية، من أجل أن تتشابك الأمور، لأن هناك نية حقيقية في تصفية التظاهرات عسكريا وعسكرتها. وبالتالي معلوم تماما ما يجري الآن في ساحة الخلاني، وقبل يوم ليلة أمس كان هجوم على ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، وهناك أوامر بالحسم العسكري باتجاه المتظاهرين فضلا على ما جرى في البصرة، وبالتالي من ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى والمعتقلين. اليوم حتى طال الاعتداء على فتاة عراقية في ساحة الخلاني أمام أمانة بغداد بطريقة واضحة مهينة استفزت مشاعر العراقيين جميعا. بالتالي معلوم تماما أن 16 دولة في سفرائها في العراق قدموا وثيقة تدين القمع العراقي الحكومي في العراق للتظاهرات العراقية السلمية التي تحافظ على سلمتها وتطالب بحقوق العراقيين، وبالتالي هذا حقيقة يجعل العراق على أعتاب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لما يجري. لذلك تأتي تصريح وزير الخارجية الأمريكي هو لربط كل الأحداث الجارية، لأن قصف السفارة الأمريكية هي أيضا رسالة واضحة أن إيران تستخدم الأراضي العراقية لتصفية حساباتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أن هناك ميليشيات وحكومة تريد أن توصل إيران رسالة إلى أمريكا وإلى كل العالم أنها تعمل سياسيا من خلال عملية تماهي وعملية كسب الوقت وعملية تضليل الرأي العام في كلام عادل عبد المهدي أو الحكومة، وتعمل عسكريا من خلال الميليشيات التي تدار من قبل إيران وتقصف وبالتالي تستخدمها. ورأينا الهروب الكبير والخوف والإذعان من عملية التبرؤ من قصف السفارة، لأن إيران أيضا تعلم أن هذه الميليشيات ليست قوية، هي استقوت بالدولة بسبب حقيقة السماح لها من خلال الاحتلال الأمريكي عام 2003، وأنها تتولى زمام المبادرة العسكرية والأمنية في أهم مؤسساتها في العراق. وبالتالي اليوم هؤلاء عندما يتبرؤون وهم يدعون قبل يوم أو يومين أنهم يريدون حسما عسكريا إذا ما لم تخرج القوات الأمريكية وأنهم فصائل تدعي المقاومة وهم كاذبون، حقيقة يؤكد حقيقة مدى الانهزام وعدم جاهزيتهم. وبالتالي لا تملك إيران سوى المشاغبة الفعلية على أرض العراق من أجل خلط الأوراق جميعا. بالتالي اليوم هؤلاء يعلمون لا حاضنة شعبية لهم من خلال ثورة الشعب ومن خلال نعود لقصف السفارة الأمريكية. كيف تفسر مطالب زعماء الميليشيات الذين هاجموا السفارة الأمريكية في التظاهرات ومطالبتهم حاليا بحماية البعثات الدبلوماسية؟ من المعلوم تماما أن هذه القضية هي وصاية إيرانية من أجل كسب الوقت وإدامة زخم الهجمات، وهي ورقة تفاوضية لصالح إيران ليس لصالح العراق. لذلك هؤلاء يعلمون تماما ويعلم الشعب العراقي أن هؤلاء أدعياء السيادة، لأنهم هم من سمحوا وهم من وقعوا وهم من خدموا عملية إنهاء السيادة العراقية من خلال الاحتلال، ثم هم من أدخلوا إيران وكانوا أدواتها في نزع السيادة العراقية بالكامل، ويعانيه العراق من الآن من صراعات دولية على أرضه بسبب هؤلاء الذين كانوا أدوات إيران، وكانوا أدوات إيران أيضا للتدخل في شؤون عربية أخرى. لذلك حقيقة ما يقرأ من تصريحاتهم هي تصريحات انهزامية، هؤلاء لا يستطيعون ولا يمتلكون القوة في المواجهة للولايات المتحدة وهم أدعياء زور وكاذبين. بالتالي الشعب العراقي يعلم هذه الحقيقة جيدا وتكشفت له جميع الأوراق، لا سيما أن هؤلاء حقيقة كانوا يتبجحون في حاضنة، هذه الحاضنة اليوم تتظاهر وعرفت حقيقتها. بالتالي إيران مشهور عليها بالكذب،
رأيتم عندما حقيقة أسقطت الطائرة الأوكرانية، قالوا أسقطت بخلل فني، وبعد ذلك اعترفوا بأنهم هم من نعم أسقطوها. بالتالي أستاذ عبد القادر، بالتزامن، نفس الكلام في الكذب معذرة على والتزوير. المقاطعة لضيق الوقت، فقط لكي نبقى في نفس الموضوع، بتزامن مع مطالبة الخارجية الروسية بتوفير الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية، كيف تبدو سمعة العراق في المجتمع الدولي في ظل استهداف البعثات الدبلوماسية ومؤسساتها في بغداد؟ العالم كله أصبح يعلم تماما أن العراق مختطف من إيران، وبالتالي هذه الميليشيات هي تهدد وجود السيادة وتهدد الأمن الدولي والسلم الدولي في العراق، وأصبح العراق منطلقا للاعتداءات بطرق متعددة، لا سيما الاعتداءات على التظاهرات، وهذا حقيقة يجعل العراق مرة ثانية أقولها بسبب هؤلاء على أعتاب الفصل السابع، وبالتالي سيكون العراق بلا سيادة كاملة. لذلك المتظاهرون مصرون على إسقاط هؤلاء من حكم العراق، وبالتالي يصفونهم بالطغمة الفاسدة، وهم فاسدون بالفعل، بل هم عملاء أجيروا لإيران يعملون على تنفيذ أجنداتها داخل العراق. لذلك أصبح واضحا تماما أن المشكلة الحقيقية في العراق هي مشكلة هذه القوات والعملية السياسية بمجملها، وأنها لا تستطيع أن تحقق السيادة العراقية إلا أن يتولى العراقيون أنفسهم إدارة بلدهم وحكمهم. الهجوم الأخير على السفارة الأمريكية شهد إدانة من قبل زعماء الميليشيات، بينما لم يدن أي منهم قتل المتظاهرين السلميين وإحراق خيامهم في الناصرية على سبيل المثال اليوم فقط. ما مدى التناقض في مواقف الإدانة للعنف والقمع المرتكب اليوم في العراق؟ الميليشيات لأنها هي التي ترتكب الجريمة، فكيف لها أن تدين عملية قتل المتظاهرين والعراقيين؟ هذه الميليشيات بكل أصنافها وبأدواتها وبقادتها، هؤلاء حقيقة هم موغلين بالدم العراقي وبالمال العراقي، وبالتالي هم القتلة الحقيقيون الذين يعرفهم الشارع العراقي أن أيديهم متلطخة بدماء المتظاهرين في كل المناطق وغير المتظاهرين أيضا بما يحصل الآن. بالتالي هؤلاء تعلموا أن يكونوا أجيري، وتعلموا أن يكونوا أدوات، وتعلموا أن يكونوا عملاء لخارج العراق. بالتالي عندما يرتمون بأحضان إيران من السهل أنهم يريدون دغدغة المشاعر، لأنهم ارتموا أيضا سابقا بالحب الأمريكي، وبالتالي كانوا حقيقة نتاج للتوافق الأمريكي الإيراني، ووصلوا إلى سدة الحكم طوال 16 عاما. بالتالي هم لا يأبهون للشعب العراقي، هم يريدون إرضاء الدول الخارجية على حساب الشعب العراقي. بالتالي مواقفهم التي تبرز وتستنكر قصف السفارة الأمريكية، وكانوا سابقا يدعون أنهم جاهزون لمقاومة المحتل العراقي وإخراج القوات الأمريكية من العراق، كل هذا حقيقة تتكشف حقيقتهم أنهم سوى أدوات رخيصة للخارج العراقي، وبالتالي هم لا يأبهون لما يجري في العراق، بدليل ما وصل العراق إليه من انحدار كامل على مستوى الأمن والسيادة وعلى مستوى الاقتصاد وغيره، وحياة المواطن العراقي أصبحت في جحيم، وبالتالي لا يأبهون لهذه الدماء مطلقا. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنتم معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان.